السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم قناة Active Woman. احنا النهاردة هنزرع مع بعض اللوبيا والفاصوليا. اول حاجة لازم اعرفها هي شهور زراعة النبات اللي انا هزرعه. اللوبيا والفاصوليا بيزرعوا في مارس وابريل ومايو، 3 شهور لزراعتهم. هي البذور، هي الحبوب اللي احنا بنطبخها، حبوب الجافة، اللوبيا والفاصوليا اللي بنطبخها. بنجيبهم ونحاول يعني نجيب شوية على قد المساحة اللي عندي هتحتمل الزراعة فيها، يعني مش كتير. باخد شوية، بحط كل شوية في كوباية وبحط عليهم مية، يدوب بغطيهم بمية، يدوب بغطيهم بالمية. طبعا هما بعد 2 3 ساعات بلاقي المية اتشربت، فبضيف لها برضو كمية قليلة برضو من المية. انا مش عايزاهم يستوي قوي، يعني انا زرعتها السنة اللي فاتت فكنت نقعتها من بالليل الصبح في المية، فلقيتها البذرة على الصبح طرت قوي، فكان فيه بيتكسر مني وانا بغرسه في التربة. فانا لقيت الطريقة دي يعني جت في بالي، فحسيت ان البذرة نبتت الحمد لله، وفي نفس الوقت محتفظة برضو بقوامها وصلابتها، فمش هتتجرح مني وانا او تتكسر او تتشوه وانا بزرعها في التربة. هي خلاص نبتت كده، انا نقعتهم بالليل للصبح، وهبدأ دلوقتي اخدهم ازرعهم. زي ما انتم شايفين هي خلاص طالما نبتت كده مش هتاخد وقت كبير قوي في التربة على بال ما تنبت ان شاء الله. نروح نزرعهم. هنا انا هزرع في صندوق خشب، اللي عنده حوض زرع يعني ازرعه في اي حاجة، حتى لو قسيس صغير كتجربة. هو القسيس ممكن ياخد بذرتين يعني او 3 بالكتير يعني. هنا انا غلفت الصندوق بالكرتون، ممكن تغلفوه ببلاستيك باي حاجه يعني عندكم، مفيش مشكله. المهم علشان خاطر الجوانب دي برضو ما تسربليش التربه. واهم حاجه فيه، اهم حاجه هي الثقوب اللي انا بعملها تحت، او فتحات تصريف الميه، ما تبقاش كبيره قوي، ما تبقاش صغيره. لو كبيره قوي هتصرف الميه بسرعه، فالنبات مش هياخد منها الغذاء بتاعه، ولو صغيرة قوي هتقفل فهتزود له الرطوبة في التربة. انا هنا حطيت التربة عبارة عن تراب وبتمس ورمل. انا بحب التربة المخلطة دي لان الحبوب بتحتاج تربة الى حد ما جامدة شوية، يعني سميكة شوية، فالتراب هو بيديها، بيدي التربة الصلابة، والرمل والبتمس بيخفوا المسام شوية. يعني انا مش عايزاها تبقى جامدة قوي او صلبة قوي. يعني هبدأ أوزع البذور، أسيب 5 سنتي ما بين كل بذرة والتانية، وهعمل جزء للوبيا وجزء للفاصوليا. فأنا هنقي البذرة اللي هي منبتة وكبيرة وحلوة يعني، عشان ما تاخدش وقت في الإنبات أكتر من كده. هنا عملت جزء للفاصوليا، الجزء التاني هزرع فيه اللوبيا. وانا مش هشغل نفسي قوي برضو يعني الجزء اللي انا بدي ازرعه فوق ولا تحت، لان هو سبحان الله المجموع الجذري عارف طريقه فبيمد في التربة من تحت، والمجموع الخضري عارف طريقه بيمد في التربة من فوق، وده حاجة سبحان الله يعني. لكن اللي خايف ممكن يحط الجزء اللي نبت ده يحطه تحت، يعني يغرسه اسفل ويسيب الجزء التاني فوق. بعد ما هنوزع اللوبيا والفاصوليا هغطي عليها، يعني هقفل عليها التربة بحيث ان هي ما تبقاش باينة قوي، وهرويها بالمية ري جيد جدا علشان خاطر انا عايزة الانبات يبقى سريع. انا في اول 3 4 ايام من اي زراعة بروي كويس جدا عشان خاطر اسرع الانبات. انا عندي كان بواقي بن وشاي وقهوة، بواقي بن وشاي وقرفة، فهسقي بيهم عشان أسرع الإنبات أكتر. هنا ده بعد 5 أيام بالظبط من الزراعة، شايفين اللوبيا نبتت أسرع من الفاصوليا. الفاصوليا يدوب يدوب لسه قايمة تشق الأرض وتطلع تنبت، يعني اللوبيا بتنبت أسرع من الفاصوليا. دي بعد 8 أيام، يعني شايفين فرق 3 أيام حصل إيه في المجموع. الخضري أول ما خلاص بتطلع ساق ويطلع ورق، ما شاء الله بتكبر بسرعة، عشان كده هي الإنتاج بتاعها باخده بعد شهر بالظبط إن شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده، ده 8 أيام من الزراعة. هنا دي بعد 12 يوم
من الزراعة. شايفين ما شاء الله برضو الفاصوليا بدأت تكبر أكتر من اللوبيا، يعني هي الفاصوليا بتاخد وقت في الزراعة. دي اللوبيا والفاصوليا بعد 13 يوم من الإنبات. دي الفاصوليا ورقتها بتبقى عريضة زي ورق العنب كده، ودي اللوبيا. أنا بخف الري أول ما بيبقى طولها 2 سنتي، بروي مرة واحدة بالليل بالمعقول، يعني ممكن بالبخاخ، وممكن بروي يوم ويوم علشان خاطر نقلل نسبة الرطوبة في التربة عشان خاطر الأمراض، وحسب بقى احتياج التربة. يعني لو التربة لقيتها محتاجة هديها بالبخاخ كده، يا دوب انديها بس. فالري الزيادة ملوش فايدة غير ان هو يعفن لي الجذور، وفي نفس الوقت برضو يخليها التربة فيها وسط لنمو الفطريات والأمراض. فأنا بروي بالمعقول، مفيش حاجة اسمها ري ايه بالظبط. الري بيبقى حسب احتياج التربة. في الأول طبعا لازم أول 3 4 أيام بروي بغزارة علشان خاطر البذرة تنبت، بعد كده نروي بالمعقول. يعني مرة في مرة الواحد بياخد خبرة، فبيبص على التربة، لو مش قادر برضو يعرف التربة محتاجة ولا لأ، بيحط صباعه كده وبيشوفها مندية يبقى مش محتاجة، جافة شوية محتاجة، جافة أكتر طبعا يبقى محتاجة. فأنا مش بسيبها طبعا لما بتجف قوي، لكن يوم ويوم ده ري معقول. احنا داخلين على الصيف، فطبعا الري بيبقى مرة صباحا ومرة مساء، لكن لو التربة مش محتاجة هيبقى يوم واحد. وإن شاء الله نتابع مع بعض. دي الفاصوليا بعد 20 يوم من الزراعة. اللوبيا دي بشاير الفاصوليا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول واحدة، وادي التانية، وادي التالتة. دي بعد 39 يوم من الزراعة، لسه اللوبيا ما يعني هتبدأ تظهر، بس هي لسه ما طلعتش. الاسرع كان الفاصوليا، وان شاء الله في متابعة المزرعات هنشوف مع بعض كل الثمار لما تطلع ان شاء الله. انا بس عايزه الحق انشر الفيديو عشان تلحقوا الزراعه في وقتها ان شاء الله. وطبعا بنخف الري اول ما بيحصل الانبات، بنخفه تدريجي. اول ما بيحصل الاثمار او بنشوف الزهور او العقد، بنخف الري، بنخليه يومين في الاسبوع عشان خاطر العقده او الثمره. اول ما بخف الري عنها بتبدأ تدور على المية في السيقان بتاعة النبات، فبتلتصق بيه اكتر. فعشان كده في بعض الناس دايما بتعاني ان اول ما بيحصل الاسمار او العقد او تظهر الزهور بتقع بسرعة. ده نتيجة زيادة الري وقلة التسميد. طبعا هنا احنا بنسمد السماد العادي بتاعنا مية سلق البيض والخضروات وبواقي البن والشاي وقش الموز والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. ف كده هي السماد بتاعها كده كويس، هي بدأت بقى الانبات بتاعها، وان شاء الله يعني كل الفروض هتدي بإذن الله. انا باخد منها على مدى شهرين تقريبا كده، يعني كل ما بتظهر ثمار وبتكبر شوية وبلاقي الحجم اللي انا محتاجاه يعني او حباه، بقطفها عشان يطلع تاني مكانها. فهي متجددة، يعني طول ما هي موجودة باخد منها، طول ما بتديني الثمار بتاعتها باخد منها. وده كان الفيديو بتاعنا. لو ليكوا اي اقتراحات او ليكوا اي استفسارات طبعا في كومنتات بعتولي وانا برد على اسئلتكم. ولو اتاخرت عنكم كذا ساعه يعني اعذروني، ساعات النت بيفصل وساعات انا ببقى مشغوله، بس دايما دايما ان شاء الله بحاول قدر الامكان ان انا ارد على اسئلتكم وما اتاخرش عليكم.
شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.